بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين صباح الخير، وكل عام ومصر بخير. فمصر تحتفل بمرور 47 عاما على نصر أكتوبر المجيد الذي يعتبر علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، مؤكدا أن حرب أكتوبر 73 كسرت حال الجمود وصفت بأنها حالة لا سلم ولا حرب عاشتها مصر لسنوات لكن لم تقبل أن تستمر. فحرب أكتوبر لم يقتصر تأثيرها على تحريك الموقف على جبهة القتال بانتصار أذهل للعالم وقلب المفاهيم العسكرية عالميا، لكن الحرب والانتصار مهد الطريق لتغيير شكل الصراع ليتحول من صراع مسلح لصراع سياسي. فانتصار مصر عسكريا أجبر إسرائيل على قبول التفاوض، وهذا لم تكن إسرائيل لتقبل به من قبل. فمنذ اليوم 16 للحرب، والتي حتى توقيع اتفاقية السلام شهدت طاولات التفاوض حربا دبلوماسية وسياسية لا تقل ضراوتها عن الحرب العسكرية لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي. مفاوضات أدارتها مصر بجدارة من منطلق القوة، فحققت انتصارا جديدا مكنها من استرداد كامل سيادتها على أراضيها. لكن في المقابل اعتبر قادة إسرائيل هذا الانتصار هزيمة سياسية تضاف لهزيمة إسرائيل العسكرية. حول دور حرب أكتوبر في تغيير شكل الصراع ليصبح صراعا سياسيا ودبلوماسيا وصولا للسلام، يكون حوارنا اليوم مع الأستاذ علاء الحلواني رئيس القسم السياسي بالأخبار. أستاذ علاء، أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب ومصر دائما منتصر. كل سنة وحضرتك كل المصريين في انتصار، وده خير وسعادة دايما إن شاء الله. اسمح لنا نبدأ بتقرير ثم نعود لنبدأ النقاش. لم تكن الطريق إلى 6 أكتوبر عام 1973 مفروشة بالورود، بل سبقتها حروب استنزاف امتدت لسنوات بعد هزيمة يونيو 67، أثبت خلالها الجندي المصري جدارته وبسالته ومدى جاهزيته لكسر إرادة وغرور جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأثبت بانتصاراته في حرب أكتوبر وعبوره للضفة الشرقية لقناة السويس وتحطيمه لخط بارليف، أثبت زيف وبطلان نظرية الجيش الذي لا يقهر، واسترد المصريون جزءا من أراضي شبه جزيرة سيناء لتعود بعدها الملاحة في قناة السويس في يونيو عام 1975. مهدت حرب أكتوبر الطريق لفك الاشتباك بين الطرفين المصري والإسرائيلي على مرحلتين بين عامي 74 و75، وأصبحت الطريق ممهدة لعقد اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 78 إثر مبادرة الرئيس السادات التاريخية في نوفمبر عام 1977 وزيارته للقدس، حيث بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير سيناء من خلال المفاوضات السياسية وإنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة. وتم التوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض يوم 18 من سبتمبر عام 1978، وفي 26 من مارس عام 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام التي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وسحب الاحتلال كافة قواته المسلحة والمستوطنين إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، لتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على أراضي سيناء ويرفرف العلم الوطني على أرض الفيروز يوم 25 من أبريل عام 1982، ويصبح عيدا وطنيا يحتفل به كل عام. لم يتبقى من أرض سيناء سوى منطقة طابة التي عادت هي الأخرى إلى أحضان الوطن الأم بعد معركة دبلوماسية طويلة أثبت خلالها المفاوض المصري تفوقا ونبوغا. ستظل انتصارات أكتوبر معينا لا ينضب،
ينهل منه كل أسباب النجاح ونبراسا يضيء كل السبل. وإذا كانت مصر خاضت معركة أكتوبر لاسترداد الأرض فإنها تخوض حاليا معركة من أجل التنمية والبناء. سيدي علاء الحلواني اهلا وسهلا بحضرتك من جديد. يعني بعد نكسة 67 ابى الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة الخضوع لهذه الهزيمة وهذه النكسة، فكانت حرب الاستنزاف ويعني حتى وصولا لحرب 6 أكتوبر. كيف ترى حضرتك اصرار الشعب المصري وقواته المسلحة لرفض النكسة وتحقيق الانتصار؟ في البداية طبعا بنقول انتصار حرب اكتوبر حقق انتصارات عديدة جدا وحقق نتائج هامة جدا للشعب المصري ولكل الشعوب العربية. بعد 3 هزائم متتالية بداية من 48 مرورا ب 56 نهاية بنكسة 67 اللي كان لها اسباب دولية مختلفة، سواء يعني كلها كانت مؤامرات او بعض السلبيات اللي كانت عندنا، لكن استطاع الشعب المصري وقائده الرئيس محمد أنور السادات الزعيم الراحل وكل قيادات الجيش وجميع أفراد الشعب وجميع مؤسسات الدولة أن تنفض غبار الهزيمة التي تحققت في 67. البداية كانت بحرب الاستنزاف اللي فيها استعاد الجيش المصري خطورته واستعاد تنظيم واستطاع أن يبقى بعد ساعات قليلة من 67 على طول بدأ يستعيد تنظيم صفوفه. لكن خلينا نقول أن احنا البداية الحقيقية بدأت عقب تولي الرئيس محمد أنور السادات لرئاسة الجمهورية عقب رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكان هنا التخطيط الجيد جدا اللي وصل لوصف الإعجاز في معظم مراحله أو في كل مراحله، بداية من الخداع، خطة الخداع الاستراتيجي اللي وضعها الرئيس السادات بنفسه وبدأ يشرف عليها يعني كلية بمعاونة بعض القيادات وبمعاونة بعض المدنيين في كافة مؤسسات الدولة، مرورا بقراره العبقري بإعادة المشير أحمد إسماعيل لقيادة الجيش لقيادة وزارة الدفاع بعد خروجه للاحتياط، أيضا تولي الفريق سعد الشاذلي والمشير الجمصي والرئيس واللواء طيار محمد حسن مبارك قيادة القوات الجوية والمشير واللواء محمد علي فهمي الدفاع الجوي اللواء عبد المنعم واصل قيادة الجيش الثالث الميداني وغيرهم من القيادات. تم الإعداد إعداد جيدا، بدأنا نعمل منورات داخلية، بدأنا نعمل تغطيات على كل الاستعدادات اللي أوهمت العالم كله وبالتحديد إسرائيل وحتى بعض المصريين أن مصر لن تحارب، وهنا كانت النقطة الفارقة. بدأنا نفكر في كيفية عبور المنع المائي وكيف نعطل أنابيب النضال مع الاشتعال وغيرها. المكاسب يمكن كانت كبيرة جدا على المستوى العالمي قبل المستوى الداخلي، حتى عادت مصر والدول العربية كلها إلى الساحة العالمية رافعة راية النصر ومن خلال القوة، أيضا عادت فتح قناة السويس، مكاسب عديدة، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية، مكاسب اجتماعية. فترة حرب أكتوبر يمكن من أهم أو انتصار حرب أكتوبر، خلال الفترة دي اختفت كل الجرائم السياسية والجرائم الجنائية. أصبح الشعب بيدور في بوتقة النصر والانتصار اللي احنا يمكن يعني غبنا عنها بعدها سنوات طويلة، يمكن ما شفناهاش غير في 30 يونيو بعد قيام الشعب ايضا بثورته في 30 المصرية العبقرية، استلهمها الشعب بقى من الجيش في ومن الرئيس السادات في ثورته في 30 يونيو. نعود مرة اخرى الى التحديث عن حرب اكتوبر. عندما قرر الرئيس السادات خوض الحرب وكل الزالح بنجاح، كان هناك تغطيات كبيرة جدا لإهام العدو ولكافة دول العالم ولكافة الدول الداعمة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بعدم خوض الخداع الاستراتيجي، بعدم خوض الحرب. يعني أقول لحضرتك وصلت بداية من يعني أنا أعتبرها يعني في الأيام الأخيرة عند ذهاب الرئيس السادات لأحد المساجد قبل الحرب بيومين ثلاثة لصلاة الجمعة، مرورا بإقامة بفتح باب العمرة والحج وغيرها كمان أيضا. يعني لما تشوف إن أنت بتحارب وعندك في نفس اليوم
مباراة كرة قدم بتقام بين فريقين منهم فريق الطيران تقريبا وفريق المحلة وغزل المحلة، خطة خداع استراتيجي لم تحدث في التاريخ. يعني قبلها يعني مساء ليلة 6 اكتوبر يمكن كان في كلمة في الأمم المتحدة للسفير محمد حسن الزيات وزير الخارجية آنذاك ان هو حول السلام ويعني احداث سلام في الشرق الاوسط، وحتى لا يكون يعني 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 موقف مصر سيء في هذا الموضوع. تعلل بالوزير محمد حسن الزيات تعلل بالمرض حتى لا يتحدث في هذا الوقت وتؤخذ ضد الموقف المصري، وكان الزلزال المدمر في اكتوبر بالتاكيد نهايه الجيش الذي يلقى يعني اسطوره طلعت زي ما بيقولوا يعني ليس لها وجود يعني بعد القوه والشجاعه والتخطيط الجيد اللي اظهره وهذا النصر العسكري. استاذ علاء هو اللي مهد طريق السلام، هو سلام القوه سلام الشجعان. وعايزين برضو نقول ان هذه الملحمه لم تكن حربا عسكريه فقط ولكن ايضا حرب دبلوماسية. يعني الحرب الدبلوماسية يمكن البداية برضو زي ما احنا قلنا البداية خدها الرئيس السادات قبل هذا الموضوع، بداية بفتح قناة السويس للملاحة في سنة 75، ثم القرار الجريء للبطل والزعيم الراحل محمد أنور السادات بزيارة القدس. الرئيس عندما أراد عندما تأكد أن القوى الاقتصادية والدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل الدعم الغير المسبوق من سواء من الولايات المتحدة أو من الدول الأوروبية لإسرائيل، الرئيس فكر كثيرا في مصلحة شعبه في الحفاظ على مقدرات ودماء أبناء مصر في الجيش وفي كافة قطاعات العمل في مصر. من خلال ده الرئيس فكر كثيرا وفكر في وضع استراتيجية جديدة لكيفية استعادة كامل الأراضي المصرية بدون سقوط نقطة دماء من أي جندي مصري، وده كان قرار فارق يمكن رغم المعارضات ورغم الهجوم اللي حصل على الرئيس السادات وعلى مصر في هذا الوقت، الا ان كان قرار الرئيس السادات كان قرار فارق وحقق الاراده حقق الاراده والعزه للامم العربيه بالكامل. ويمكن هم جميع الزعماء اللي كانوا مخالفين لهذا القرار بعدها عرفوا ان قرار الرئيس السادات والقرار المصري كان فعلا هو القرار الجيد، وشفنا القضيه الفلسطينيه حتى وقتنا هذا لو عدنا المفاوضات يعني بعد سلسلة طويلة من المفاوضات لم تتحدث مصر عن نفسها ولا أرضها فقط، ولكن قدمت القضية الفلسطينية من خلال يعني من خلال محورية في العالم العربي. خلينا نشوف لما 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 الرئيس جيمي كارتر نفسه يسعى لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، وشفنا كيف الرئيس السادات ان هو كان بيناور الامريكان والاسرائيليين في الفندق اللي هو كان الفندق اقامته، من خلال عندما كان يريد تنفيذ طلب او تحقيق شرطا او تحقيق هدف من الاهداف التي رسم لها، وكان الجانب الاسرائيلي يتعنت والجانب الامريكي يسنده، الرئيس كان يغلق حجرته عليه وينام. يمكن يعني احداث كبيره جدا الرئيس السادات فعلها، يمكن الاجيالنا الحاليه وكل الاجيال ما تعرفهاش. يمكن بدايه يعني نتحدث عن نقطه مهمه جدا عند زيارته للقدس، هناك عاده غريبه عاده اسرائيليه او يهوديه عندما يزور احد الكنيسة او يزور احد دائما اي زعيم من اي زعيم دوله او اي مسؤول او اي شخصيه عامه بيقوم بارتداء الطاقية اليهودية. عندما حدث ذلك يعني غالبية العالمين بواط الأمور من الوفد المصري أصابهم الهلع من هذا المشهد ومن هذا الموقف. وكان هناك حديث يعني ممكن كان فيه الوفد كان طبعا شامل رجال أعمال واقتصاديين وسياسيين العالمين بواط الأمور منهم على ما أذكر الدكتور أسامة الباز وغيرهم، لما تحدثوا دخلهم الرعب ان هم لو لبسوا هذه التقية يعني او ارتدوا هذه التقية اليهودية طبعا كانت هتبقى مجزرة وهتبقى يعني صدبة في التاريخ. فكلهم اجمعوا لما تحدثوا عن هذا الموضوع سيقوموا بفعل ما يفعله الرئيس السادات. الرئيس السادات لو رفضها الرئيس السادات رفض ارتداء التقية اليهودية في هذا الوقت او الغطاء الرأس اليهودي، اعتقد كانت هتبقى ازمة وكانت هتحول يعني او هتؤدي لنتائج عكسية. لكن حنكة وخبرة الرئيس السادات في
التعامل مع الامور بسرعه بديهه وقيامه باخذ التقيه ووضعها خلف ظهره وتقليد كافه اعضاء الوفد المصري للمظهر اللي قام به بما فعل الشهيد الرئيس الراحل الشهيد محمد انور السادات. اشياء كثيره جدا حققها الرئيس السادات بعدها في كامب ديفيد وانتصارات يمكن حولت الصراع تماما بدل زي ما هو مكان عسكري وغيره. بدانا مرحله المفاوضات اللي ومن هنا خدع السادات اسرائيل في الحرب وفي السلام. استاذ علاء اسمح لنا نشوف تقرير لأهم ما تقول الصحافة حول انتصارات أكتوبر المجيدة ثم نعود لنستكمل النقاش. ترى صحيفة الأهرام انتصار مصر في حرب 6 أكتوبر المجيدة لم يكن نهاية المطاف لمصر، بل كان بداية طريق طويل وشاق لحرب دبلوماسية وتفاوض لإنهاء حالة الصراع، لتأتي من بعد مبادرة الرئيس محمد أنور السادات وزيارته التاريخية للقدس التي توجت بتوقيع وثيقة كامب ديفيد لتسترد مصر كامل أراضيها. محمد حبوشة يشير في الذكرى 47 لانتصار حرب أكتوبر تعكس أجواء الاحتفال والإرادة المصرية التي ترفض الانكسار والاستسلام، فتلك الإرادة استثمرت الانتصار على إسرائيل لفتح الطريق للوصول للسلام وتحقيق التسوية الشاملة واستعادة كامل أراضي الدولة المصرية. جلال دويدار يؤكد نصر أكتوبر يعد تعبيرا حقيقيا عن اعتزاز المصريين بقدرتهم على مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب وبناء المستقبل الذي لم يكن ليبنى لولا انتصار أكتوبر المجيد وما تبعه من مسيرة طويلة وشاقة لتحقيق السلام واسترداد أرض سيناء كاملة. دكتور صفوة العالم أستاذ الإعلام يرى أن حرب 6 أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصري، فانتصار أكتوبر يعد إعادة للكرامة للأمة العربية ومهد الطريق لتحقيق السلام الذي خاضته مصر من موقع القوة والانتصار. اللواء محمد إبراهيم نائب المركز المصري للدراسات الاستراتيجية يقول حرب أكتوبر تعد نموذجا فريدا في الإرادة السياسية، فخلال الحرب انصهر الجميع في بوتقة وطنية واحدة، فاستطاعت مصر تحقيق إنجاز تاريخي فتح الطريق لمرحلة مهمة للتسوية الشاملة. حسان أبو علي يؤكد تغير موقف إسرائيل بعد هزيمتها في حرب عام 1973، فالهزيمة جعلت إسرائيل تقبل الدخول في مفاوضات ما كانت تقبلها بعد عام 67، ولكن بالنسبة لمصر فقد أدارت المعركة الدبلوماسية بضراوة لا تقل عن ساحة القتال لاسترداد سيادتها على كامل أراضيها. أستاذ علاء الحلواني أهلا وسهلا بحضرتك من جديد، وما زال حديثنا عن ملحمة الحرب والسلام، وعايز أرجع بحضرتك لمفاوضات مينا هاوس وانسحاب الوفد الفلسطيني والوفود العربية منه، وكيف أضر هذا بالقضية الفلسطينية؟ لو نظرنا إلى ما كانت تخطط له مصر والرئيس السادات للقضية الفلسطينية والحرص على إعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني وإعادة السيادة للشعب الفلسطيني على أرضه أو على الجزء الأكبر من أرضه اللي هو كان قبل حدود ما 67 أو قبل الانتداب، كانت هناك خطة مسبقة التسير جنبا إلى جنب الحقوق الفلسطينية مع الحقوق المصرية مع الحقوق السورية، لكن للأسف الشديد كعادة العرب
العرب الانقسام عن طريق تدخل خارجي، عن طريق أشياء أخرى، عن طريق توهم أشياء لن تحدث، وده اللي فعلا أعاد بينا للوراء سنوات وسنوات. انسحاب الوفد الفلسطيني وبقية الدول العربية من ومهاجمة الدول العربية لاتفاقية كامب ديفيد ومحادثات من هاوس وغيرها، أعتقد إن كل القيادات العربية الراحلة والسابقة والحالية ندمت أشد الندم على خروجهم من هذا المشهد، مشهد السلام. يمكن احنا في مؤخرا شفنا اتفاقات السلام مع الامارات وغيرها مع الجانب الاسرائيلي، يعني العالم كله يدور في فلك السلام، وده شيء مش ليس عيبا وليس شبه، خاصة اذا كانت هناك مصالح مشتركة ينبغي الحفاظ عليها في وقتنا هذا. كلنا مدرك تماما لأهمية الاخطار اللي هي بتواجه الامة العربية في الوقت الحالي، والضرر البالغ الذي اصاب الفلسطينيين. لو الفلسطينيين انصتوا تماما وانصاعوا للنداء المصري في هذا الوقت، والسوريين ايضا، يعني احنا لما نيجي نشوف المكاسب اللي حققها الجيش السوري في بداية الحرب، وبعدها لما طالت الحرب شوية تخلى عن او استعادت اسرائيل كل الاماكن اللي تقدم او كل المناطق اللي تقدم فيها الجيش السوري، وبعدها الجانب الفلسطيني اللي هو النهاردة يعني لم يعد له اي شيء بالمقارنة للي كان هيحصل عليه عقب او في من خلال اتفاقية كامب ديفيد. ويمكن هذا الموقف يعني اسعد الاسرائيليين كثيرا بعدها، وخاصة ان هم يعني زي ما شفنا القيادات الاسرائيلية في هذا الوقت حتى وقتنا هذا يصفون اتفاقية كامب ديفيد بالخديعة الكبرى لهم، وليست للسادات خد الارض وخد السلام وخد كل شيء واداهم الورقة، يعني التي لم تتحقق منها شيء، لان احنا عارفين العلاقات ما بين المصريين تحديدا والاسرائيليين، وربطهم مش بالارض المصرية، ربطها بالقضية الفلسطينية. يعني لا زالت القضية الفلسطينية رغم كل الازمات اللي حتى اللي كانت بتواجهها مصر على مدار السنوات الاخيرة، خاصة في بعد احداث 25 يناير وظل الازمات الاقتصادية، الا كانت القضية المصرية دائما في قلب القيادة السياسية المصرية على مر الفترات اللي عقبت ثورة او اللي عقبت انتصار اكتوبر. ده دليل كبير جدا على ان الرؤية المصرية دائما هي السند. لو ربطنا بين ما يحدث او ما حدث في الفترات السابقة اللي هي التالية لاتفاقية كامب ديفيد وما يحدث الان، هو يعني ما اشبه اليوم بالامس، خاصة في ظل الصراع المحموم في المنطقة اللي هي مصر لا زالت هي الحجرة، يعني الحجر الزاوية اللي هي او حائط الصد اللي هي ضد اي مخططات او تقسيم. ومن هنا اهتمامنا بقواتنا المسلحة وتطويرها دور المهم معدات عسكرية يعني على مستوى العالم يعني كله، وتنويع مصادر السلاح. يعني لما نشوف يعني لما نيجي نحيي يعني يمكن تهنئة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لما حيا فيها الرئيس السيسي وبهنوه بانتصار اكتوبر، حيا فيها الرئيس السادات، حيا الشعب، حيا مؤسسات الدولة، حيا الرئيس السيسي لقيامه باستكمال تحديث القوات المسلحة. لما نشوف القوات المسلحة على كافة الافرع الرئيسية، طبعا جيشنا من اعظم الجيوش في العالم على المستوى البشري وعلى المستوى الفني، لكن كنا دايما بنبقى على مستوى المعدات، يعني ما كناش بنبقى في المرتبة اللي هي تليق بالجيش المصري اللي هو خير اجناد الارض. الرئيس السيسي كان ليه رأي اخر، طبعا ما ننساش الدور اللي قام به الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك عقب توليه الرئاسة بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد انور السادات، كان ليه دور مهم جدا. لكن قوتنا العسكرية لم تظهر ولم نصنف الا بعد ثورة 30 يونيو، اصبحنا في المركز العاشر وحاليا في المركز التاسع. لكن خلينا ببعض قطع السلاح او بعض الافرع الرئيسية، كانت اسرائيل وبالتحديد مثلا لما نيجي نتكلم عن السلاح البحري او القوات البحرية، كانت اسرائيل دايما بتتفوق علينا كانت بتتفوق علينا تفوق كبير جدا. الرئيس السيسي عمل على استكمال كل السلبيات اللي كانت موجودة في الافرع الرئيسية للقوات المسلحة وبالتحديد في القوات البحرية، كل يوم بنسمع عن غواصات جديدة. الخبرة بقى بتدل على العبقرية، عبقرية الرئيس السيسي وقيادات المؤسسة العسكرية في الوقت الحالي في ايه؟ ان زمان كنا هي الولايات المتحدة او الاتحاد السوفيتي ده مصدر تسليحنا، لكن الرئيس السيسي نوع مصادر السلاح، وبالتحديد مثلا اما نيجي نتكلم عن القوات البحرية، الرئيس بدأ يشوف او القيادات بدأت تشوف ايه النقطة، ايه المنتج، مثلا الغواصات من المانيا، قطعة
من قطعة أخرى من الصين متفوقة فيها الصين، قطعة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها. بدأنا أن احنا نشوف وشفنا حملات الطائرات المصرال وغيرها تحديث على أعلى مستوى، مكننا من استعادة كامل هيبتنا. ويمكن لما نشوف استعراض القوة اللي أظهرته مصر في المنطقة الغربية للقوات أو للمحتل أو للأردوغان التركي اللي هو حاول أن هو يعني دائما ما يحاول استعداء الشعب المصري والجيش المصري، عندما أظهرت قواتنا البرية والتي استعرضت عضلاتها الغربي بدأ يغير فكره تماما، يتراجع للوراء. وما أحدث انشقاقا كبيرا في الجانب التركي، حتى قام أردوغان بعملية إقالات لقيادات الجيش اللي هي بدأت توضح له الحقائق وحقائق قوة الجيش المصري. علشان كده دايما زي ما بيقول الرئيس إن 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 دايما محدش بيأكل لقمة الأسد، محدش بيقدر إن هو يتعداه. علشان كده إن احنا عايزين روح أكتوبر اللي احنا انتصرناها بالسلاح وبدماء شهدائنا، واستكملنا استعادة أراضينا في سيناء بالمفاوضات اللي بدأت من وزارة القدس 77 مرورا باتفاقية 8 باتفاقية كامب ديفيد 78، وبعدها مفاوضات استعادة طابة، وبعدها قبلها استعادة كامل الأرض المصرية في سيناء، وبعدها استعادة طابة من خلال المفاوضات الصعبة اللي قطها نخبة من أكبر الخبرات المصرية، معركة دبلوماسية يعني على أعلى مستوى. إن احنا لابد إن احنا كل هذه المعارك إن احنا ناخد منها المواعظ العبر النتائج الإيجابية اللي تحققت، وإن احنا نطبقها في الوقت الحالي. ومش الشعب المصري، الدول العربية المفروض إن هي تعود إلى الوراء وتستعيد الدروس المستفادة. كلمة واضحة للرئيس السيسي تحدث فيها عن أن العدو في 73 و 67 كان واضحا جليا، ولكن الآن عدو غير والشرائعات عدو غير مرئي من كل المرحلة في منتهى الخطورة، خطرة جدا الوعي الكامل من الشعب المصري جدا. شفنا ده يعني كان واضح بقى. طبعا ده كان موجود في العقود السابقة في الثمانينات والتسعينيات وحتى بداية الألفينات، لكن لم يظهر جليا إلا للشعب المصري إلا بعد أحداث 25 يناير، أو ما يسمى بالدمار، يعني خطأ ما يسمى بالدمار العربي، اللي هو يعني أسقط كل القوى العربية، وقبلها طبعا من قبلها العراق وتقسيم السودان، وشفنا ما يحدث في اليمن وليبيا وغيرها وسوريا. شفنا للأسف ده لما الشعب المصري يعني شاف واستفاد جيدا من نتائج أحداث 25 يناير، النهاردة بقى هو الظهير القوي للجيش وللشرطة في مواجهته للشائعات والمخططات القذرة لإحداث الفرقة ما بين المصريين. وده اللي بيخلي المصريين دايما في كل فترة يخرجوا يعلنوا تأييدهم لكافة المؤسسات وتجديد الثقة في الرئيس. ويمكن في الأحداث الأخيرة اللي للأسف الشديد تلاقت فيها مصالح الجماعات التخريبية وداعميهم من دول إقليمية سواء قطر أو تركيا أو الجانب الإسرائيلي نفسه وعدد كبير من المخابرات العالمية، تلقت هذه المصالح اللي هي بتخطط لهدم الاستقرار المصري وتشويه كل الإنجازات التي تخطط من خلال للأسف الشديد بص من خلال مجموعة من أصحاب المصالح في مصر. أستاذ علاء، كلمة ختامية في دقيقة واحدة، ونحن نحتفل ب 47 عاما على انتصارات اكتوبر الخالده. يعني الكلمه اللي بوجهها طبعا للشعب المصري والشعب العربي عموما، لان المصريين طبعا ادركوا تماما ما يحاق ضدهم بعد احداث 25 يناير، وشافوا كيف تختطف دولتهم واستفقنا. الاخوه العرب وبعض المصريين الذين ينخدعوا بالشائعات او بتصدير المظاهر السلبيه واللي هي بتتجدد كل مع كل انجاز او مع كل احتفال بنصر، ياريت ان احنا يعني نستوعب الدروس التي تحققت بعد انتصار اكتوبر وبعد كارثة 25 يناير وبعد 30 يونيو، ونشوف ايه اللي حصل وايه اللي تحقق من انجازات وايه السلبيات اللي احنا وقعنا فيها، ونجدد يعني وانا اؤيد من خلال البرنامج الدعوة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 بضرورة تكوين جيش عربي او لمواجهة الازمات العربية المشتركة.
بارك. خاصة ان احنا في وقت ما اهم ما نحتاج اليه بالاضافة لمواجهة العدو الخفي على وسائل السوشيال ميديا من خلال الشائعات وبثها لاستغلال سذاجة بعض البسطاء من المصريين اللي هم عبروا بقى يعني استفاقوا ووعوا الدرس جيدا وعبروا عنه في احتفالات الذكرى 47 في قبضة الرحمن المتجلى عليها وحاميها الأستاذ علاء الحلواني رئيس القسم السياسي والأخبار. شكرا جزيلا لحضرتك وكل عام ومصر بخير ومصر منتصرة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.